بحضور معالي الشيخ سلمان بن عطية الله الخليفة ومعالي الشيخ أحمد بن عطية الله الخليفة وعدد من أبنائه وأحفاد الشيخة شيخة بنت ناصر السويدي رحمه الله، افتتح سعادة الشيخ الدكتور راشد بن محمد الهجري رئيس مجلس الأوقاف السنية جامعة الشيخة شيخة بنت ناصر السويدي رحمه الله الكائن بمنطقة جد علي. خلال كلمته التي ألقاها بهذه المناسبة، أوضح الدكتور الهجري فضل بناء المساجد وأهمية وجودها في كافة مناطق مملكة البحرين، تماشيا مع التوسع الكبير للمخططات العمرانية التي تشهدها البلاد والتي تزيد من الحاجة لوجود المساجد وتسهيل أداء الصلاة وكافة العبادات. كما أكد أن مثل هذه المشاريع تأتي تنفيذا لتوجيهات القيادة الرشيدة ممثلة في حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك مملكة البحرين أيده الله، وبدعم ومساندة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حرصا منهما على رعاية واهتمام ودعم بيوت الله تعالى وتهيئة السبل وتذليل العقبات لإقامة مثل هذه الصروح المباركة في البلاد. الجامع يأتي ضمن سلسلة من المساجد والجوامع التي نسعى في افتتاحها بإذن الله تبارك وتعالى قبل شهر رمضان، وبهذه المناسبة أسجل كلمة شكر وتقدير وثناء لقيادتنا الرشيدة ممثلة في سيدي صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة وسيدي صاحب السمو الملك الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس الوزراء الموقر لهذا الدعم وهذا الاهتمام الكبير ببيوت الله وبعمارها. وما افتتاحنا اليوم لهذا الجامع إلا هو سلسلة ضمن برنامج متواصل للعناية ببيوت الله، وأيضا بهذه المناسبة أسجل شكر للمحسنين وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل هذا البناء وهذا الجامع في ثواب المتبرعة الكريمة، أسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر لها ويرحمها وأن يبارك في أبنائها وأحفادها.